ربنا يرحمه، سمير زاهر من القامات النادر تواجدها في الوسط الرياضي ولا غير الوسط الرياضي. راجل محترم، ابن ناس، راقي، مؤدب، مهذب، كل ما تتخيله فيه. اشتغلت معاه مفيش مرة اختلفنا مرة على أي حاجة. ربنا يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليك. الراجل محترم وجميل وأخ عزيز وغالي وأستاذنا كلنا، وراجل يعني لو قعدنا نعدد محاسنه مش هنقدر نحصيها على الكرة المصرية وعلى مصر وعلى الرياضيين عموما. وأنا شخصيا بعتبره الأخ والأب والصديق المحترم. الله يرحمه ويحسن إليه، وربنا يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. طبعا رحمة الله عليه كابتن سميل، رمز من رموز الكورة طبعا. أكيد الفترة اللي فاتت دي عانى معاناة شديد جدا طبعا في المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الشوكة شوكها المؤمن أو المسلم تكفل عنه. فإن شاء الله يكون الفترة اللي فاتت دي تكفيل عن الذنوب في الدنيا، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرحمه برحمته. البقاء لله، وإن شاء الله بإذن الله يكون مثواه الجنة. وطبعا كابتن سمير غني عن التعريف. يمكن كابتن سمير هو من الشخصيات اللي أثرت في الرياضة المصرية وكان ليه بصمة واضحة. ربنا ان شاء الله يكون مثواه الجنه ويصبر اهله ان شاء الله، وانا عايز السيف وحماده ان شاء الله. فخدنا راجل كبير، راجل عظيم، راجل فعلا ليه انجازات كبيره جدا. رحمه الله على كابتن سمير زاهر. طبعا بنعزي اسرته وبنعزي اسره الرياضه المصريه والكره المصريه بصفه خاصه. كابتن سمير معرفتنا بيه بره الملعب كصديق واخ وشخصيه محبوبه جدا ودمه خفيف قوي، وحقق انجازات كبيره للكره المصريه وحطينا على الخريطه المصريه الافريقيه بالانجازات اللي تمت في عهده. يعني ندعي ربنا بالرحمه والمغفره والاهل طبعا بالصبر ولينا كلنا وكل اسرتك الرياضه المصريه. بقى لله الكره المصريه كلها، وربنا يرحمه. كابتن سمير زاهر علامه من علامات الكوره، رئيس اتحاد ناجح، محقق بطولات، مدخل استثمار في كرة القدم. عايز أقول إنه نموذج مشرف يحتذى به، ربنا يرحمه ويصبر أهله يعني إن شاء الله. الله يرحمه ويحسن إليه. كان قيمة وقامة كبيرة جدا واسم كبير في مصر، يعني ما يتعوضش بصراحة. يعني الله يرحمه ويحسن إليه. بقى لله وربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة. راجل الحقيقة كان خلوق وعلى خلق عالي وراجل محبوب من الجميع. فإحنا بنعزي أسرته وبنعزي نفسنا وبنعزي الرياضة المصرية كلها. ربنا يرحمه ويرجع مساء الجنة إن شاء الله. الله يرحمه. فؤادنا أخ عزيز بالنسبة لنا، أخ وأب وصديق حبيب وقائد وكل حاجة. الله يرحمه. كلنا لها، ما عندناش أي حاجة نقولها. بقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يرحمه ألف رحمة. فقدنا إنسان رائع، إنسان عزيز علينا كلنا، صديق ورجل محترم طول عمره وصاحب إنجازات وصاحب بطولات. ربنا يرحمه ألف رحمة. الله يرحمه ويتمده برحمته ويدخلوا فسيح جناته ويلهم اهله الصبر ان شاء الله والسلوان. والمرحوم سمير زاهر موجود معانا، واللي عمله واللي عمله للبلد ما حدش بينساه، وسيرته دايما موجوده والسيره اطول من العمر دايما. طبعا الكاب سمير الله يرحمه كان انسان فعلا، يعني رجل بطولات، وكان انسان قريب من كل الناس ما شاء الله. وكان الفتره اللي قضاها في اتحاد الكوره متهيألي ما حدش سمع عنه اي حاجه وحشه. فهو انا بحبه جدا واحترمه واقدره جدا. وبص الناس كلها جايه عشان تشارك، ولا نملك غير الدعاء باذن الله تعالى، وان شاء الله يكون في الجنه باذن الله تعالى. علاقتي بيه بعيدا عن اتحاد الكوره شخصيه محترمه جدا، رمز من رموز الرياضه المصريه. بنعزي الشعب المصري كله، بنعزي اتحاد الكوره، بنعزي الكوره المصريه. صاحب انجازات ما اعتقدش ممكن تتكرر تاني. بقى لله. كل اللي بقوله يعني البقاء لله ولاسرتنا ولينا احنا كلنا كرياضيين. طبعا احنا فقدنا يعني قياده كبيره، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ان شاء الله. الله يرحمه ويثبته عند السؤال ويصبر اهله، اسرته بالذات، زوجته واولاده، زوجات اولاده واحفاده وكل اقاربه وكل محبين كابتن سمير زاهر وما اكثرهم في مصر وخارج مصر. الله يرحمه. سمير زاهر فقدناه، لكن عند الله ان شاء الله كتير. وهو كان بقاله فتره كتيره كده مريض، الحمد لله ان ربنا كرمه، الحمد لله ان ربنا ان شاء الله لاجل الايام المفترجه ده يكون في الجنه باذن الله. كلنا ندعي له بان ربنا يوسع مدخله باذن الله ويكرمه عند السؤال باذن الرحمن. اثر الحياه الرياضيه والله يرحمه لن يتكرر،
يعني بجد يعني الله يصبر أهله ويصبر كل المجتمع الرياضي. طبعا بس عايز أقول اللي بيعمل تاريخ ما بيموتش، اللي بيعمل تاريخ دايما الناس بتفتكره، راجل أزمات، راجل تحس وانت معاه كده ما فيش أي أزمة خالص، كان دايما جنبنا، دايما احنا يعني انا عاشرته في 98 كان اول بدايتنا، وعرفت يعني ايه سمير زاهر، يعني ايه حلول، يعني وانت ما عندكش اي امكانيات هو ممكن يبدلك الامكانيات. كان راجل عظيم بجد، يعني احنا خسرنا كادر كبير جدا في كأسرة رياضية. ربنا يصبر الجميع، واحد من الرجال المحترمين اللي تاريخ مصر معظمه رياضي مع كابتن سمير، شخصية محبوبة من الجميع، فواضح حب الناس دي عامل ازاي، يعني ما كانش مجرد رئيس اتحاد ولا مسؤول، كان راجل محب للجميع، الناس كلها كانت بتحبه يعني.